مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. في تحديات كبيرة جدا بتواجه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وخاصة إن أبرز هذه التحديات هي مشروعات القوانين المؤجلة من مجلس النواب الماضي، وخاصة إن هذه القوانين السبب في تأجيلها كان هناك في اختلاف في وجهات النظر، وده أدى إلى تأجيلها. ومن أبرز هذه القوانين زي قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم والإجراءات الجنائية. والحقيقة إن يعني لا يعقل إن إحنا يكون عندنا في قوانين يعني عدى عليها 100 سنة أو 60 سنة أو 20 سنة ولا يتم تعديلها أو النظر فيها، وخاصة إن هناك في تطور كبير في العالم وفي تغير في العالم بيحتاج الى تغيير وتعديل القوانين. احنا هنناقش في هذا الموضوع في هذه الحلقه هذه القضيه وابرز القوانين التي سيتم مناقشتها داخل مجلس النواب مع ضيوف المشرفين النهارده، الاستاذ ياسر منير وكيل اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا شرفتنا. الاستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد، اهلا بحضرتك استاذ عادل. بدايه استاذ ياسر، عايز اسال حضرتك ايه هي ابرز مشروعات القوانين اللي بتعكف عليها حاليا اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا عايزين نقول الفصل التشريعي الثاني هو فصل تشريعي ملتهب جدا. المجلس بيضم عناصر متميزة وقامات كبيرة جدا في هذه الدورة، وفي الحقيقة هناك مجموعة من المشروعات مقدمة طبعا من الحكومة، في بعضها ورد وبعضها لم يرد حتى الآن، لكن الأجندة التشريعية أعتقد أن هي دسمة جدا في دور الإناقاض في الفصل التشريعي الثاني، دسمة جدا يعني. في عندنا مجموعة قوانين أهمها طبعا في دور الإناقاض الأول من الفصل التشريعي الثاني هو قانون الإدارة المحلية، قانون المرور، قانون فض المنازعات، وتعديل في قانون الإجراءات الجنائية، أيضا في قانون المأذونية، أيضا في قانون خاص بتعديل الرسوم والتوثيق في الشهر العقاري بالنسبة للشركات، وقانون أيضا خاص بغش الأغذية. غش الأغذية بالإضافة لبعض التعديل في القانون الخاص بمكافحة الإرهاب. اللي ده تم الموافقة عليه النهاردة؟ يعني لا، تم النهاردة عرضه على اللجنة لحين عرضه على الجلسة العامة إن شاء الله. دي يعني أبرز الملامح اللي احنا إن شاء الله موجودة في على الأجندة التشريعية في دور الانقاض الاول من الفصل التشريعي. حضرتك هتبدا باول قانون ايه في الفتره القادمه؟ هو بالفعل يعني في اكيد في قانون محدد حاليا للمناقشه اولا. هو حضرتك بالفعل النهارده يعني كان في بعض القوانين متواجده بالفعل من الفصل التشريعي الاول، تم عرضها على اللجنه الدستوريه والتشريعيه في الفصل التشريعي الاول، لكن مع الاسف ما كانش في وقت لعرضها على الجلسة العامة، وبالتالي الحكومة قامت بمخاطبتنا وتمسكت بعرض هذه القوانين مرة أخرى، وبالتالي احنا بدأنا نشتغل على بعض القوانين اللي هي موجودة بالفعل من دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الأول واحنا شغالين عليها. تمام. في الوقت الحالي. تمام. أستاذ عادل، احنا في برنامجنا قبل كده تحدثنا عن إن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل ولا تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه حاليا. حضرتك شايف مين هي ابرز القوانين اللي المفروض ان هي تطرح على مجلس النواب وتحتاج الى تعديل، وخاصه هل من ضمنها القوانين بعض القوانين نتحدث فيها سياده النائب ولا في قوانين اخرى حضرتك عايز تضيفها؟ هو بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي سياده النائب ياسر بيه منير ولكل الساده النواب الافاضل. هم طبعا فعلا بادئين دور انعقاد شديد جدا وملتهب زي ما سياده النائب تفضل وقال، ولكن هو طبعا اضافه للقوانين اللي هي تفضلت حضرتك وقلتها، ودي كلها فعلا في من القوانين اللي محتاجه الصداره، يعني القانون 7 لسنه 2000 اللي هو خاص بلجان فض المنازعات، ده فيه كان القانون ده صدر سنه 2000، وللاسف الشديد كان وزير التنميه المحليه اصدر القرار رقم 5، الكتاب الدوري رقم 5 لسنه 2000،
متضمن عدم تنفيذ أي توصية من هذه التوصيات التي تصدرها لجان فض المنازعات، وبالتالي لم تتم تنفيذ أي توصية من توصيات لجان فض المنازعات من تاريخ سنة 2000 وحتى تاريخ اللهم إلا جهة وحيدة فقط هي التي كانت تنفذ وإلى الآن تنفذ هذه التوصية، اللي هي وزارة الداخلية. غير كده أي وزارة من الوزارات التوصية تعتبر شكل إجراء شكلي أو إجراء قانوني إن أنا باخده عشان أرفع به القضية، لأنه بدون وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا اللي قضت بدستورية هذه اللجان لازم ألجأ للجان فض المنازعات قبل إقامة الدعوة، وبالتالي التوصية سواء بالقبول أو الرفض لا يلتفت ليه. وبناء عليه تعديل هذا القانون إلى أنه يبقى القانون الحكم بتاع أو القرار الذي يصدر بالتوصية ملزم، ده يعني أمر في صمم الأمر. هو في الحقيقة هو في الحقيقة تعقيب حضرتك على حضرتك قلت أنه من ضمن القوانين المطروحة بالفعل هو فعلا أن قرار لجنة فض المنازعات هيكون قرار ملزم في حدود المنازعات التي لا تتخطى مبلغ 100,000 جنيه. يعني جميع المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن 100,000 جنيه ده هيكون قرار ملزم وينفذ. وبالتالي احنا النهاردة بنقول في سياق الحديث اللي قاله عادل بيه ان احنا ماشيين كده في الاتجاه الصحيح، على اساس ان احنا بنوفر على المواطن اجراءات كتيرة في التقاضي والمحاكم ووقت كبير جدا، وكاهل القضاء وايضا القضاء الاف القضايا في مجلس الدولة، الاف القضايا كلها نسخة واحدة. مثلا لجان فض مثلا بطالب برصيد اجازات تلاقي عشرات الالاف على مستوى الجمهورية ممكن تخلص في لجان فض المنازعات بتوصي او لا توصي، كم غير عادي في المحاكم ووقت كبير بيستهلكه المواطنين وتعب. لكن انا اتصور ان ان شاء الله هذا التعديل هيكون في صالح المواطن ان شاء الله. يعني الخلاصة ان انا عايز اقول في النقطة دي تحديدا، كان قديما يقال ان اذا كنت عايز توقف حال مكان شكله لجنة، احنا دلوقتي بنغير المسمى ونقول انك انت اذا كنت عايز تصير الامور شكل لجنة. النهاردة سيادة النائب تم الموافقة على مشروع قانون الوثائق القومية، عايز اعرف من حضرتك مدى اهمية هذا المشروع. هو حضرتك يعني علشان برضو ما نقولش ان تمت الموافقة على هذا المشروع، لا، هو المشروع تم عرضه في اللجنة الدستورية والتشريعية وبمشاركة ايضا لجنة الدفاع والامن القومي، وكذلك كان معنا ممثلين من وزارة العدل. في الحقيقة تم عرض المشروع بتاع القانون، وهذا القانون كان ايضا من ضمن القوانين اللي موجوده من دور الانعقاد الاول من دور الانعقاد الاخير اللي هو الفصل التشريعي الاول. وكان تم مناقشته بالفعل يعني في السابق في اللجنه، وكان تم التوافق عليه، بس ما لم يجد يعني فرصه في الوقت لعرضه على الجلسه العامه. وبالتالي تم عرضه اليوم على اللجنه الدستورية والتشريعية في وجود أيضا ممثلي لجنة الدفاع والأمن القومي، وتم الموافقة عليه لحين عرضه على اللجنة. أنا عايز أفهم حضرتك مدى الاستفادة، مدى الاستفادة من هذا. خلينا نقول إن القصة يعني الفكرة كلها في إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظة. يعني الفكرة العامة في هذا المشروع هو إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، لأن طبعا بنستهدف من إنشاء تلك الهيئة دي إيه بقى؟ يعني وضع قواعد. تمام. وضع قواعد عامة للمحافظة على الوثائق القومية والتاريخية من خلال تنظيمها وحمايتها وأرشفتها. ده أمر متعلق بهذه الهيئة يعني بما فيها للأسف أن معظم الوثائق دي إشارة العقاري بما فيها بس سيادة النائب معظم الوثائق دي ورقية، هل أضيف لها بعد الإلكتروني ولا في ترتيبات لها إلكترونيا؟ ما أنا قلت لحضرتك هو الفكرة من إنشاء الهيئة دي بالهيكل بتاعها الجديد، ده شكل جديد خالص للتعامل مع الوثائق نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة جدا في تراث مصر ومستندات الناس. طبعا يعني أهمية ده يا أستاذ عادل فيه أقول لك دي أهميتها. أنا دلوقتي عندي
مستندات ملكيه للناس من سنه 1930. تمام. 1930 ده كان العقود بالفرنساوي. عشان اجيبها من الشهر العقاري بروح اقدم على الطلب عشان اجيب هذا العقد. بقدم طلب الاول يترجم لي العقد وبعد كده استلمه، باخد لي حوالي شهرين وشويه او ثلاث شهور وشويه. هنا في اللجنه هو هيطبعه لي من على الكمبيوتر النسخه الفرنساوي والنسخه المترجمه. تمام. على طول. ده سهل الاجراءات. سهل جدا. سهل الاجراءات على المواطنين. وفي ذات الوقت هيسهل البحث. يعني انا ما ابحث حته ارض في السلوم واروح شهر العقاري التابع ليها، طب ما انا هاجي هنا القاهره في خمس دقائق هلاقي كل المستندات موجوده في مكان واحد. وهقدر اجيبها بطريقه، حتى ممكن ابحث اسدد واستلم وانا قاعد على النت عندي في البيت. وهكذا. تمام. سيادة النائب، هل في قوانين اخرى يعني محتاج الى يعني تعديل، او في قوانين سيتم مناقشتها خاصه ان في انعقاد مستمر لمجلس النواب يومي على فكره وعلى مدار يعني مش عايز في شغل جامد مجلس بيتم يعني انا عايز اتكلم في حضرتك القوانين اللي هيتم الموافقه عليها خلال اليومين اللي جايين دول ايه؟ في حضرتك الاول سابقه يعني تاريخيه في هذا المجلس ان الحكومه تحضر بكامل هيئتها طبعا في بداية دور انعقاد، تحضر بكامل هيئتها من أول رئيس مجلس الوزراء لكافة الوزراء. احنا كل يوم بيشرفنا في المجلس اثنين من السادة الوزراء وبيلقي بيانه بالكامل عن فترة عمله في الوزارة وما تم تحقيقه وما تم إنجازه وما تم الإخفاق فيه، وبتتم مناقشة التقرير من السادة الأعضاء باستفاضة. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا بنبدأ الساعة 11 بننتهي في بعض الاوقات الساعة 9:30 10 مساء. تمام. بشكل متواصل. بس خليني اقول لحضرتك حاجة. اتفضل. لو اذنت لي يعني. اتفضل يا فندم. انا تابعت ولقيت ان مناقشة السادة الاعضاء للسيد وزير الاوقاف يعني لم ترح لا ضميري ولا ضمير العامة ولا الخاصة، بسبب ان كل المناقشة كانت دايرة في اطار الخطاب الديني وسايبين الاساس. الاساس ايه؟ احنا عندنا الاوقاف قانون الوقف عامة عايز تعديل، لان الاوقاف دي فيها كوتا الفلوس، محدش في الاوقاف بيستغلها الاستغلال الذي يناسب الاحتياج التاريخي للبلد كلها. يعني لو انا جبت فلوس الأوقاف نفسها وبعتها في مزاد هسدد بها ديون مصر مرتين مش أقل من كده. وحاجات كتير احنا السادة الأفاضل بما فيهم اللي أنا سمعتهم يعني فيش حد تطرق لأي حاجة إلا التجديد الخطاب الديني. لا بس النهارده وزير الأوقاف تحدث في قدام البيان عن حجم الاستثمارات من الوقت، حجم الاستثمارات ايه العائد؟ وقال ان هي حققت عائد تاريخي. يا باشا ايه العائد؟ انا برضه في حاجه عادل بيه اتفضل معلش باذن معاليك. طبعا احنا بنقول ان ده الدور الانعقاد الاول. تمام. واحنا في اول شهر فيه. تمام. او في اول اسابيع موجوده فيه. ونجد الحكومه تيجي في سابقه تاريخيه لم تحدث. تمام. مع مجلس النواب. تمام. ان هذا البيان وهذه المناقشه هي مناقشه صحيه ومناقشه حميده جدا لصالح المواطن. صح. عامه، لكن انا بقول ان ما زال هناك الكثير اللي حضرتك بتتحدث عليه من قضايا موجوده وقضايا فساد وقضايا تلزمنا بان احنا هنتحدث فيه، وهيكون فيها ان شاء الله مشاريع قوانين جديده. بس انا معليك مقاطعه حديث حضرتك، انا ما اتكلمتش فساد، انا بتكلم في سوء اداره. انا عارف في سوء اداره او فساد ايا كانت الامور، لكن احنا ممكن نسميها باي مسمى احنا كنواب. لكن انا عايز اقول ان ما زال الوقت امامنا ان شاء الله. النواب يعني على قلب رجل واحد جاهزين ان هم يتعاملوا مع كل الملفات بكل الوسائل المتاحة طبقا للدستور والقانون. وسائل الرقابة إن شاء الله تبقى متاحة بشكل كبير جدا، وإحنا بس ننتهي من الفترة الأولى اللي هي بيانات الحكومة ومناقشتها. وعلى فكرة يعني جميع البيانات بتاعت الحكومة بتاعت كل الوزراء فورا بتحل اللجان المختصة، يعني لم يقف الحد عند بيان الوزير ومناقشته داخل قاعة المجلس في بيانه.
لا ده بيحال البيان بل مناقشات الى اللجان المختصة تمام لدراسة كل ما تم الحديث فيه من امور او مخالفات او فساد او اي شيء تحدث فيه السادة النواب. ده دي بداية، لكن حضرتك الادوات الرقابية موجودة، طريقنا مفتوح من ناحية التشريع ان شاء الله. اتصور ان هذا المجلس هيلبي طموحات المواطنين بشكل ربنا يديكم الصحه ويقويكم. طب سياده النائب، بالنسبه للامور العاجله اللي بتحصل في مصر احيانا، يعني زي النهارده في حادثه قطار، سياره اصطدمت بقطار، سياره نص نقل اصطدمت بقطار في اسيوط، في تحرك من لجنه النقل النهارده وطلبت بمحاسبه. ازاي بيكون الاداء المجلس النواب في الامور طبعا في الامور العاجله في الامور العاجله فورا بتجد الساده النواب اللي هم اقرب الى الحادث او متواجدين في مناطق الحادث او على علم بمجريات الحادث بشكل كبير بيتقدموا فورا ببيانات عاجله امام السيد. احنا حضرتك لو بصيت على الشاشه هي احنا معنا الصور للحادث ده، يعني مين يعني مين يسال عن هذا الحادث؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عايزين نعرف بقى اجراءات المجلس في هذا الموضوع. عايز اقول لحضرتك على حاجه، طبعا الحوادث في كل بلاد العالم تمام، والحوادث تبقى احيانا خطا فردي واحيانا بيكون خطا مشترك تحاسب عليه القياده نفسها اللي موجوده في الوزاره تمام، من حيث التقصير في توريد المهمات وتركيب المزلقانات وكده، دي بتبقى حاجه بتخص الوزاره من اول الوزير لاي حد ممكن تتخيله داخل الوزاره. اما النهارده مثلا امر متعلق بخطا فردي قام بيه عامل المزلقان او المسؤول عن الاشارات او المسؤول عن كذا، ده بيبقى خطا فردي وبيحاسب عليه وبيحاكم عليه. لكن الفكره في ايه؟ ان العمل ده يقرر، هي دي الفكره هنا، ان احنا ازاي نوقف تكرار مثل هذه الحوادث، نقف على الاسباب بتاعتها. احنا بعد ما بيتقدم اي نائب ببيان عاجل وبيجي حضرتك الوزير وبيجي ما ينوب عن الوزير في اللجنه، وبتطلع لجنه تقصي حقائق وتعرف تشوف كويس قوي ايه اللي تم في هذه القصه، من المتسبب فيها، ايه الاسباب اللي ادت الى كده، ثم ايه الامور اللي ممكن او الاجراءات اللي ممكن نتخذها لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. اهم حاجه ان يكون في تفاعل من المجلس ولجانه ونوابه مع اي حادث يحدث، لكن احنا النهارده لا هيكون ده اول حادث ولا هيكون اخر حادث، عشان نكون بس يعني الامور واضحه يعني. والكلام ده مش عندنا يعني، في العالم كله تتكرر الحوادث في العالم كله، لكن المهم ازاي انت تتحرك لاداره ازمه او لاداره ما نتج عن هذا الحادث، او انت بتتخذ ايه من اجراءات علشان ما يحصلش منع تكراره. ده امر، ده مهم وده امر جيد تمام، هي دي الفكره هنا. استاذ عادل، يعني حضرتك ليه ما بيكونش في دور للمحامين؟ حضرتك الدور كله للمحامين في مناقشه يعني مشروعات القوانين اللي بتصدر من مجلس النواب وتشارك في الحوار المجتمعي. الدور كله في المحامين. مجلس النواب ما شاء الله فيه اكثر من محامي، وكل اعضاء مجلس النواب يعني هم يعني بيمتازوا بالحنكه القانونيه والخبره القانونيه بغض النظر عن انه محامي او غير محامي تمام، فكلهم بيشكلوا كل اطياف الشعب. بس انما انا دور مهم يعني انا ان انتوا بتساعدوهم في انا بساعده يعني. هو دلوقتي مشروع القانون ممكن يتقدم من اقتراح قانون من نائب، مشروع قانون من 60 نائب، انا عايز ليا راي في قانون بعرضه على احد الساده النواب تمام، يعني مش انا بروح مش مباشره وراح اقدمه، بعرضه على احد الساده النواب وهو بيعرضه كاقتراح، اذا لقى صدى بيجمع 60 نائب معاه ويعملوا مشروع قانون يقدموه تمام، زي المشروع اللي هو بتاع قانون تعديل التقاضي على درجتين اللي هو كان اتقدم بيه كاقتراح بقى وليس قانون. الدكتور المستشار بهاء الدين ابو شقه في الدور اللي فات فصل التشريع الاول كان هيعتبر كل القضايا اللي فاتت تم نقضها يعني تتنقض بقوه القانون ويعاد التقاضي على درجتين، ولكن طبعا كان الوقت ضيق والوزاره ما عندهاش العدد الكافي انها تستوعب انها تكفي عدد المستشارين للتقاضي على درجتين، فقالوا ادينا مهله. كانت المهله طبعا
ان في بقى افاضل موجودين حاليا دلوقتي. لا وانا هل في اضافه لطيف في النقطه في النقطه التقاضي على ضربتين من لا 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 قبل التقاضي على اللي هي حوار المجتمعي حوار المجتمعي يعني بخصوص النقطه دي في بعض القوانين اللي بتهم الراي العام طبعا واللي بتكون شائكه موجوده يعني على سبيل المثال الايجار القديم لا على سبيل المثال يعني قانون الاحوال الشخصيه وما يثار من ان هيحصل هناك تعديل في بعض مواده وان في اضافات وان في حاجات كده يعني احنا بنشوف على السوشيال ميديا وحاجات زي كده رغم ان القانون لم يرد والمجلس ولم يرد اللجنه ولم يرد المجلس لكن انا مثلا في اقول لحضرتك في مثل هذه القوانين اللي هي بتهم الراي العام بشكل كبير وبتمثل لغط كبير في الشارع عايز اقول لحضرتك ان بيتعمل فيها جلسات استماع يعني في قانون الاحوال الشخصيه ده بيحصل فيه جلسات استماع للاباء وللامهات لمجموعات كبيره من الاباء والامهات والاطفال والمحامين يعني كل العناصر دي بتشارك معانا في حوار داخل اللجنه عندنا في سياق هذا القانون. هل من حق اي حد يحضر الحوارات الحوار المجتمعي ده ولا بيكون ازاي؟ لا طبعا هو بيكون بدعوه بدعوه يعني احنا بناخد عينات يعني كل نائب له يعني بناخد عينات تمام من المعنيين بالقضيه يعني. فالقضيه دي مثلا متعلقه النهارده بالاحوال الشخصيه خاصه بالطفل خاصه بالرؤيه خاصه ب كيفية تعامل الزوج مع الزوجة وهكذا فهنا النهاردة بتقعد بتستمع لمجموعة من الأزواج وتستمع لمجموعة من الزوجات وتستمع لمجموعة من الأطفال لازم أنت تدرس نفسية الطفل نفسه يعني حتى عشان أنت لما تصدر من جهتك خلاص موافقة على قانون تكون مطمئن يقينا إن, 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 إن الأمور مشت في اتجاه صحيح في هذا الإطار برضو بيحضر مجموعة من السادة المحامين وبيتم دعوتهم عن طريق النقابة وبيبقوا موجودين ويحضروا معنا هذه المناقشات الحاجات اللي أنا بقول لحضرتك اللي هي بتبقى واخدة شو وطبيعة معينة في الرأي العام هل بيحدث هل القانون ده حاليا زي ده مناقشته حاليا تم طرحه ولا لسه لا لا ما انا ده من ضمن الكلام اللي مال السوشيال ميديا يعني قانون الاحوال الشخصيه وان لا لا ده كلام احنا بنسمعه زي حضراتكم ما بتسمعوه احنا بنسمعه لكن ان في حاجه خاصه بهذا القانون وردت لنا لم يحدث استاذ عادل من ضمن القوانين المهمه جدا واحنا اتكلمنا عنها وناقشنا عنها في برنامجنا هنا قانون الطفل ان هذا القانون يعني بعض الجرائم حاليا اصبحت بترتكب من الاطفال تمام وشاهدنا جرائم كتيره جدا تسبب فيها الاطفال حضرتك تحدثت معنا قبل ذلك وتحدثت ان لابد من تعديل هذا القانون هل حضرتك مصر على هذا الراي ولا مصر على تعديل السن القانوني للطفل يعني السن 18 سنه ده كبير جدا لا سيما ان اطفال كتير بمسمى القانون بيكون سنهم 18 سنه وهم ما شاء الله يعني ولا 18 ولا حاجه 25 ولا 27 في الشكل يعني وفي التفكير وفي القدرات العقليه وبيرتكبوا جرائم بشعه جدا حقيقة. فالمفروض يعني دول يبطروا اصلا من المجتمع مش يبقى ينزلوا درجه ودرجتين ويبقى 15 سنه و10 سنين و7 سنين وهكذا ما ينفعش لابد ان يتم تعديل السن القانوني للحدث او للطفل دي اللي انا مصر يوصل ل 15 سنه حضرتك يوصل ل 15 سنه يوصل ل 16 سنه لا انا في تقديري ل 16 سنه سياده النائب هل في امكانيه لذلك ولا توقيع مصر على الاتفاقيات الدوليه الخاصه بقانون الطفل لا انا هقول لحضرتك على حاجه يمنعها من تعديل هذا القانون لا ما فيش حاجه تقدر تمنعنا عن تعديل مثل هذا القانون وانا على فكره يعني مع راي عادل بيه في هذا الامر لان فعلا في جرائم كتيره جدا بترتكب احنا بقينا بنشوفها بترتكب يعني وحصلت متغيرات كتيره في المجتمع يعني المجتمع نفسه حصل فيه متغيرات ولازم مع المتغيرات اللي بتحصل في المجتمع لابد من امور يتم تعديلها وبعض النصوص يتم تعديلها حتى تتوافق مع الظروف المجتمعيه اللي احنا موجودين فيه يعني راي عادل بيه في سن ال 16 ده انا انا
انا بشكل شخصي اؤيد هذا العمل. وارد إن, ان 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 يتقدم مجموعه من الساده النواب بتعديل، يعني مفيش اي معوقات؟ لا مفيش معوقات. امال دايما بيردد ان في اتفاقيات ولا يجوز تعديله، وان لو تم تعديله سيوقع عقوبات، يعني عشان كده بسأل حضرتك في هذا التوضيح. لا بالعكس يعني. انا النهارده في ظروف المجتمع بتاعتي بتشهد تغيرات وبتشهد امور مستجده على المجتمع. مستحيل ابدا النهارده ان انا اترك الامور لمجرد ان انا اقول في لا لا لا. هذا الامر متعلق النهارده بأمن وسلامة المجتمع. تمام. لابد من اتخاذ أنا شايف حضرتك في توضيح حضرتك عن اتفاقية حقوق الطفل لا تمنع لا تمنع، بل فيها نص صريح يبيح لأي دولة من الدول الأعضاء أن تعدل أي نص بما يتفق مع الشريعة الإسلامية أو دستورها الداخلي. مع دستورها الداخلي. أيضا احنا طالما بنتكلم عن الجرائم، و ايضا من ضمن القوانين اللي في مشروع قانون مقدم ايضا بخصوص تعديل الاجراءات الجنائيه، ولكن انا قبل ما اتكلم مع حضرتك عن هذا المشروع او هذا القانون بالتحديد، احنا في معانا تقرير عن حادثه قتل لسيده مسنه على يد شاب. هذه الحادثه يعني بسبب 70 جنيه هو فضل متابعها لمده 3 ايام من اجل السرقه. احنا معانا اهالي السيده المسنه، هسيبكم مع التقرير ونرجع لكم تاني. هنا في شقة الحاجة انشراح لقيت مصرعها على ايد عاطل بسبب 70 جنيه. البداية كانت بنتها دخلت الصبح علشان تصحيها، لقيتها جثة هامدة على الارض. تعالوا نشوف ايه التفاصيل ونشوف ايه سر اصرار المتهم على تردد على المجني عليها للتاكد ان هي ماتت. انا كنت قاعده مع والدتي بالليل، مشى الساعه 9:30 بالليل، مشى الساعه 9:30 بالليل. بعد ما مشيت بقى بالليل كلبوا له كاميرات مراقبيه، انا ما شفتوش بيقولوا مراقبه لحد ما الناس جت خبطوا على الباب الساعه 10:30 11 لو اعلى، دب دب على الشباك عشان تفتح، ما ردتش من بالليل لحد الصبح. جينا عشان نحميها الصبح، انا وقت لقيت اختي قاعده بره. فين يا ناديه امي؟ قالت امك بخبط عليها بقى لساعه ما بتردش. قلت لها بستنى اشوف الورشه، في حد هناك خليه يجي يكسر الشباك واخش. رحت لقيت على محمد اخويا من البيت، قلت له والد امي محمد بخبط عليها ما بتردش، اكسر الشباك واشوفه. اول ما اللي في الورشه كسر الشباك مصطفى، رحت نطت من الشباك ونطيت. دخلت ببص هنا في الاوضه، لقيت الكلمه مقلوبه، كلمه الفرشه كلها في الارض مقلوبه وكلمه مفتوحه، والأمومة مرمية في الأرض هنا عند التلاجة. أمومة مرمية عند التلاجة هنا في الأرض، لقيتها مرمية ميتة. صرخت بتصوت، أنا اللي خدت الصدمة أول واحد، أنا اللي بتصوت. الناس كلهم كسروا الباب عليا، دخلت أختي ورايا ودخل ابن أخويا. قتل عميد الله يرحمه بطريقة بشعة، كان مرمي بقى 3 أيام، طب رايح جاي، عامل لها كمين، جاء عليه دخل لقى المفتوح بتاع الشارع، خبط الباب، حاجة قال انا عايز دوره، فتحت له الباب، حط ايده او ما فتحت على طول، حط ايده على نفسها وراح حط ايده على رقبتها، مشي بيها من هنا، فضل ماشي بيها لغايه الحته ديت مكان الحادث دوت، وقع منه، فضل ضغط على رقبتها، بعد كده كسر الازاز، قلب المراتب، سرق المبلغ 70 جنيه كله، المبلغ 70 جنيه، وبعد كده هو جاي وهو طالع لقى بتتحرك، ايديها بتتحرك ورجليها بتتحرك. فراح جاي مقلع الاشارب اللي كانت لابسها على دماغها وحطه على رقبتها ودس برجليها على الارض. الكلام ده من محضر التحقيقات، دس برجليها على الارض وراح شادد وراح يخلص عليها خالص. احنا بنطلب من الحكومه، بنطلب من النائب العام، وبنطلب من سيادتكم ان دي تبقى قضيه راي عام ولازم ياخد قصاص، واحنا بنطلب القصاص عشان يبقى عبره لاي حد. تصور لنا نفسه ان هو ممكن يعمل اي حاجه زي كده في اي حد، يعني دي انسانه مسنه 83 سنه لا حول بها ولا قوه، اصلا نظرها ضعيف وما بتشوفش. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير اللي عدوا زميلنا احمد فتحي الباب. سياده النائب، حضرتك شفت التقرير ده ازاي؟ و يعني اخذ تعقيب حضرتك برضو على اسباب انتشار الجريمه.
طبعا مع الاسف طبعا دي جريمه مؤسفه وجريمه بشعه، لكن انا عايز اقول لحضرتك مثل هذه الجرائم لا يرتكبها الا انسان مغيب. يعني الانسان اللي هو يزهق روح ايا كانت بقى، هي كان عندها 70 سنه، هي كان عندها 60 سنه، هي كانت شابه، لكن هو اقدم على انه يزهق روح. دي في حد ذاتها يعني شيء كبير جدا، هو اقدم على هذه الخطوه، فده اكيد عنده يعني خلل نفسي. اكيد الراجل ده مدمن، اكيد الراجل ده عنده يعني شيء خلاه مغيب عن الواقع وعن الدنيا اللي هو عايشها وعن الاخره اللي هيلاقيها. لان دي مساله النهارده مش متعلقه بالقانون بشكل، او متعلقه بالمواد او تغليظ العقوبه بشكل، اكتر ما هي متعلقه بمعالجه السلوكيات الخاطئه اللي موجوده في المجتمع، وان احنا نشوف حل لمسائل الادمان المتزايده داخل المجتمع. يعني هو قتل الست عشان 70 جنيه. يعني كلام هو يعني كان متخيل ان ممكن ان هي معاها فلوس كتير، فبعد ما فتش في الشقه ما لقاش حاجه. الفلوس دي يعمل بيها ايه؟ دي طبعا برضو علشان نقول بقى من ناحيه القانون، يعني فدي مساله هتحتاج ان انت تطلع بعد كده على المحاضر، صح عادل بيه؟ لازم تطلع على المحاضر وتستمع للاقوال وتستمع هو اساسا اقدم على كده ليه. هو اعترف بكده. هو اعترف في نص التحقيقات ان هو بيراقبها بقاله 3 ايام وفكر ان هو كان معاه فلوس، فدخل للاسف ما لقاش غير 70 جنيه. تمام. يعني شوف حضرتك، ما انا بس بقول لك يعني عشان احنا تحدث من خلال اقوال وصحيحه وورقه وقلم، يعني هل هناك قصه سابقه للموضوع هي خلته عمل كده، ولا ان هو راجل تربص بهذا الامر علشان يقدر يدخل ياخد القرشين دول علشان يطلع يشبع رغباته الغريبه على المجتمع. فامر مؤسف حقيقه، ويعني المساله ديت محتاجه وقفه، سواء على المستوى الشعبي او على المستوى الرسمي. ازاي ان احنا النهارده نشوف حل لمسائل الادمان اللي بقت منتشره في المجتمع بتاعنا. الداخليه لوحدها مش هتحل المشكله، الشؤون الاجتماعيه لوحدها مش هتحل المشكله، لازم ده يتعمل في حوار مجتمعي. وعي مجتمعي لازم برضه يكون في حوار مجتمعي، ونشوف حلول. الناس دي ايه اللي خلاها وصلت لهذا الامر من الادمان، ايه الاسباب اللي ادت بهم الى كده، طب طرق المعالجه ازاي. وبشوف برضو ان المصحات النفسيه او مصحات الادمان اللي هي بتشرف عليها الجهات الحكومية قليلة ولا تتناسب مع ظروف الوضع المجتمعي اللي احنا موجودين فيه، ولابد من إعادة النظر فيها. تمام. لأن حتى الشخص المدمن النهاردة عادل بيه لو أراد ان هو يتعالج ما قدموش غير انه يروح مصحات خاصة. والمصحات الخاصة النهاردة حضرتك اليوم ب 400 جنيه و 500 جنيه على أسوأ الفروض وأكتر. ده أمر الناس اللي مشت في هذا الطريق مش هتلاقي عندها الاستطاعة المادية أن هي تتعالج بهذا الشكل. ولو راح مصحة خاصة بالجهات الحكومية بيكون حسب رغبته ويطلع حسب رغبته ولا يتلقى فيها العلاج المناسب، هذه حقيقة يعني. ما بيكملش. احنا تحدثنا من قبل ان احنا هذا في قانون محتاج، قانون العقوبات يحتاج الى تعديل بسبب الجرائم المنتشره. احنا عايزين اخلاق الى تعديل. ايه اللي وصل الست دي للي حصل ده؟ اولادها. احنا فين صله الرحم؟ هي عايشه وحدها ليه؟ ملهاش بنت، ملهاش اخت، ملهاش ابن. يعني بروا ابائكم تبروا. لا، اولادها كانوا بيزوروها يوميا. بيزوروها يوميا. وكانوا قبلها بليله ماشي سهرانين معاها وماشيين الصبح بالليل. لو بيزوروها يوميا زي ما حضرتك تفضلت ما كانش حصل لها اللي حصل. لان انا براقبها بقالي 3 ايام وعارف ان واحده ست قاعده هنا وحدها. ان هي بتبات لوحدها يوميا. انها بتبات وحدها. اكيد يعني 100% ان ما فيش حد بيزورها. الزيارات هتلاقيها كل اسبوع كل 10 ايام. فين صلة الرحم؟ فين التكافل الاجتماعي؟ فين التوعية الدينية؟ وده اللي أنا بناشد بيه السيد وزير الأوقاف. فين التوعية الدينية؟ أصبحت المساجد دلوقتي مفيش توعية خالص فيها، مفيش عظة فيها، مفيش اتقوا ربنا، مفيش خافوا من ربنا، مفيش خدوا بالكم من أبهاتكم،
ربوا أولادكم، مفيش ابعدوا عن الإدمان، مفيش حرام المخدرات، مفيش. خمس دقائق خطبة. فقول لي بقى ده كله يبقى النتيجة بتاعته إيه؟ هسيبها طبعا ست النائب. وحضرتك كنت بتتحدث اتكلم عن القانون الاجراءات الجنائيه ابرز الملامح في تعديل هذا القانون. ابرز الملامح يعني في اطار عناوين. تمام. بما ان القانون اساسا لم يعرض، لكن انا بدي لحضرتك عناوين يعني من الملامح اللي داخله معانا، ان هيكون في التقاضي على درجتين في الجنايات، هيكون التقاضي على درجتين. ايضا هيكون في فقرة خاصة بحماية المبلغين والشهود، ودي مهمة جدا، لأن طبعا المسألة دي كانت بتمثل عقبة كبيرة جدا. المبلغ كان بيتعرض إلى ابتزاز ومضايقات وتهديدات، والشهود أيضا بيتعرضوا لتهديدات وإحراجات وهكذا، لكن هيكون في حاجة خاصة بحماية المبلغين والشهود. أيضا في حاجة خاصة بالقضاء على العشوائية في الإعلان بالنسبة للأشخاص عن القضايا. احنا كنا بنشوف النهاردة مثلا المحضر هيعلن حد عن قضية او راح يبقى تعديل قانون المرافعات يعني. تمام. هنا النهاردة لا، احنا عايزين بنعمل ضمن هذا التعديل، اتصور ان في حاجة اسمها إعلان إلكتروني لضمان وصول الإعلان للشخص ذاته. ده برضو يعني عايز اقول لحضرتك جميع التعديلات اللي جايه بنشوف ان هي هتكون في صالح المواطن دي الحقيقه يعني. ايضا هناك توسع في امور التصالح. يعني الامور اللي جايه ماشيه في اتجاه صالح المواطن. انا يعني ملامح بسيطه من هذا القانون، يعني كل هذا القانون سيخدم بعد ذلك المواطن. طبعا. طبعا. تمام. ويمكن عادل بيه يوافق ان الراي ان إن إن هذا القانون وقوانين أخرى يعني تحتاج إلى تنقيح، لأن في أمور خلاص مع المتغيرات اللي إحنا موجودين فيها لازم تقوم بالتعديلات اللي هي تتماشى مع الظروف المجتمعية اللي إحنا موجودين فيها، وده كله لازم يكون متوافق مع الدستور. يعني أنت ما بين إنك أنت تكون متوافق المواد بتاعتك والنصوص بتاعتك مع الدستور عشان لا يتم الطعن عليها ومع ظروف المجتمع اللي انت، ولذلك بيكون فيه جهد كبير جدا بيبذل في النص وفي الحذف وفي التعديل وفي الاستبدال لان وفي كل حاجه وفي الالغاء، لان المساله تتعلق ب يعني مسألة أمر خطير، مسألة يعني مش سهلة مناقشة أي قانون. طبعا. أستاذ عادل تعقيب حضرتك كنت بتتناقش معايا برضو في هذا الموضوع، التقاضي على درجتين وإن الإجراءات الجنائية محتاج إلى تعديل برضو. الإجراءات الجنائية في تعديل التقاضي على درجتين. إحنا دلوقتي السبب إيه؟ السبب إن القانون بعد تعديله، تمام؟ بعد تعديل قانون محكمة النقض، أصبح محكمة النقض إذا نقضت حكم تتصدر هي اللي تفصل فيه. يعني أنا هنقض، أنا أصلاً بقى عايز أشيل أشوف الكم الكبير اللي موجود في محكمة النقض وأشيله، لأن أنا مش معقول واحد واخد 10 سنين يتحدد له جلسة بعد 5 سنين. تقاضي البطيء ظلم. فهو من هذا المنوال تم في الفصل التشريعي الأول الدور اللي انعقد او الفصل هو بتاع فصل التشريع الاول. فصل التشريع الاول تم التعديل قانون محكمه النقض، واصبح ايه التقاضي القاضي محكمه النقض اذا نقض يفصل. ده بيستبعه ايه وفقا للدستور؟ ان التقاضي في الجنايات يبقى على درجته. على درجته. وانا بقول في النقطه دي تحديدا لابد ان يكون التقاضي في الجزء على درجتين، لأن إذا كان التقاضي في الجنايات على درجتين، أنا هنا وفقاً للقانون الإجراءات التقاضي في الجزء على 4 درجات. يعني الحكم يبقى غياب، بيجي المتهم يتقبض عليه بعد سنة، يعمل معارضة بعد كده يعمل استئناف، يعمل استئناف بعد كده معارضة استئنافية. أنا دلوقتي في ظل تعديل قانون المرافعات، وأصبح دلوقتي إن أنا بوصل الإعلان إلى مستحقين، يعني بعلنه صح، يبقى فعلاً لازم يبقى التقاضي في الجنايات على درجتين، والتقاضي في الجنى على درجتين برضو، مش على 4 درجات، لأن الاسم المسمى بتاعه على درجتين ولكن الفعلي على 4 درجات.
وبالتالي انا طبعا يعني بضم صوتي لصوت سياده النائب ولصوت الساده النواب في التعديل ده هي 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 يعني هيفرق كتير، هيفرق كتير جدا مع الناس كلها. يعني الحمد لله احنا ماشيين في اطار صحيح جدا، في اطار صحيح واطار صالح. احنا اهم حاجه مصالح المواطن. انا دلوقتي لو رحنا حضرتك المحاكم، اكتر نسبه طلاق موجوده في مصر، يعني اصبح اللي بيتجوز بيفكر هيطلق بعد شهر ولا اتنين. ايه اللي بيحصل انا مش عارف، ولا هو بيفكر يطلق قبل ما يتجوز؟ لا، هي بتفكر في مين تتجوزي قبل ما يعني بعد ما تتجوز. ليه بقى؟ ايه المشكله هنا؟ المشكله ان قانون الخلع صدر وجميع الساده الافاضل النواب في وقتها كانوا حافظين الحديث على شكله من بره ولكن بدون باطنه، انه رد الحديقه وطلقها تطليقا. فرد الحديقه المقصود به الربع جنيه او الجنيه اللي هو المقدم، مقدم الصداق، وانت طلقها تطليقا لانها لا تقبل العيش معك، لانها تخشى على نفسها الفتنه. احنا شفنا حتى في المحاكم في ناس عندها 70 سنه و60 سنه وتقول انا اخشى على نفسي الفتنه ورفع دعوى خلع، وفي المقابل بتاخد القايمه بتاعته كامله، اللي القايمه بتصل في بعض الاحيان ل 500,000 جنيه. يبقى قعدت معاه شهر او شهرين واستنفذته في القايمه اللي هي كامله اللي هي 500,000 جنيه وخلاص اتطلقت، وتشوف بقى واحد تاني. وده انا انا اما اخد هنا قانون الاجراءات الجنائيه وعدل قانون الخلع ده واقول ان اقامه دعوه خلع يقابلها انقضاء الدعوه الجنائيه في قانون في بالنسبه للجنائية. ماشي، بس انا حتى من ملامح التعديلات فدي مش موجوده، علشان بس ايه حتى لا يقال ان دي الامر ده موجود. ده حضرتك انت بتقترح. انا بقترح. ده انت حضرتك بتقترح، وخاصه ان سياده النائب ان قانون الخلع ساهم في ارتفاع معدلات الطلاق. طبعا يعني حضرتك بسبب الخلع في ارتفع معدلات الطلاق بنسبه كبيره جدا، وفي البعض بيلجا ان هو بيستخدمه كسبوبه لتحقيق ربح زي ما عادل بيه بيتكلم. المسائل دي ارجو ان احنا لا نتطرق اليها لانها مسائل شائكه، وان الحديث فيها الكلمه فيها بتتاخد بشكل مختلف. لكن وعادل بيه بيقترح طبعا، انا واقتراحه اتمنى يعني الاقتراح يوصل يعني عن طريق حضرتك يوصل الاقتراح محل تقدير ومحل دراسه يعني ان شاء الله. يعني في قانون مهم، كمل حضرتك. في ايضا عندنا امر متعلق بتغليظ العقوبات الخاصه بالغش على الغش الاغذيه. طبعا حضرتك عارف يعني ده دي مساله من اخطر ما يكون على صحه المواطن. حد بيدمر صحه المواطن باستمرار وبالتدريج وماشي ومستمر، ولا همه راجل بياخد شهر ولا شهرين ولا غرامه والدنيا ماشيه معاه. للامر ده امر في غايه الخطوره وضر بالمجتمع وبصحه المجتمع، ففي توجه كبير جدا برضه ضمن القانون من سنه 48 مع المستشار معالي الوزير. قانون من سنه 48 يعني امر كويس. يعني انا يعني شوف حضرتك، انا بقول لحضرتك ان الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين في اتجاه كبير جدا في كل القوانين في اتجاه صالح المواطن، وبالتالي هيتم تغليظ العقوبه بشكل كبير جدا على يعني من تسول له نفسه ان شاء الله ان هو يضر بصحه المواطن. ده هيبقى فيه يعني عقوبه تتناسب مع حجم الجرم اللي هو ارتكبه. دي مسائل احنا ماشيين فيها. حتى بس انا عايز اضيفها في الحته دي، يعني حتى يكون هناك مساواه وعدل في حته الضبطيه القضائيه. الضبطيه القضائيه الاصل فيها ان انا بقبض على التاجر الذي متلبس بالجريمه. يعني انا دخلت المحل بتاعه المفتوح والمكشوف ودخلت لقيت فيه حاجات منتهيه الصلاحيه اخذتها، فده يعتبر في حاله تلبس بالجريمه. انما المشكله ان القانون على علاته ومدي الضبطيه القضائيه لمجموعه من الافاضل وبينتقلوا وبيروحوا المخازن بتاعته يقول له افتح لنا المخزن ده، افتح لنا المخزن ده. انا في تقديري هذا مخالف للدستور. يعني المفترض ان طالما تم تعديل هذا القانون يتم النظر في كيفيه الضبطيه القضائيه حتى تكون وصحيح القانون. تمام، ده حضرتك يعني انا بدل حضرتك عنوان
لكن في حالة إن شاء الله التعديل وارد تماما إن يكون موجود فيه. حضرتك هل في نصوص للقانون لمشروع تعديل؟ يعني ما فيش أي نصوص لسه لحضرتك؟ أنا بدل حضرتك دي ملامح لكن ما فيش نصوص موجودة علشان أقدر إن أنا كنت أقول لك ده موجود بالفعل في القانون ولا لا. كده يبقى لنا حلقات تانية طبعا عشان نتكلم يعني نشوف هو الحديث مع حضرتك وانت ومع محمد. الله يخليك يا سياده النائب. في برضه من ضمن القوانين مهمه جدا اللي يعني انا شايفها ان هي المفروض يتم مناقشتها. حضرتك تحدثت معي قبل الفاصل قبل الحلقه ان قانون المرور ايضا من القوانين اللي سيتم طرحها في مجلس فصل التشريع الثاني، وخاصه احنا بنشوف حوادث كتير دلوقتي في الشارع طبعا، واشهرها الحادثه اللي حصلت خلال الاسبوع الماضي يعني اللي حصلت في الجونه المهندسه وتوفت من احد ابناء رجال الاعمال. حضرتك يعني ده حادثه قلبت الدنيا كلها. فانا عايز اعرف من حضرتك القانون ده التعديلات هتنص على ايه او ايه الملامح للقانون؟ هو رغم الجهود اللي بتبذلها فعلا وزاره الداخليه والاداره العامه للمرور في مساله يعني او محاوله ضبط الامور في الشارع المصري، الا ان مجريات الامور بنجدها خلاف ذلك لاسباب كتيره جدا، يعني التهور الكبير جدا من الشباب، عدم الانضباط، عدم مراعاه اي شيء في القانون وهكذا. لكن اتصور ان التعديلات القادمه في قانون المرور هتكون يعني شديده جدا لدرجه ان هي هتحد فعلا من كم الحوادث اللي بنشوفه، وهيكون فيها التزام اكتر. يعني اهم الملامح اللي انا استمعت اليها ولكن ما شفتهاش يا عادل بيه لان القانون ما جاش، ان 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 كل مواطن له رخصة قيادة هيكون مرتبط بعدد من النقاط بعدد من النقاط وليكن 30 نقطة. 30 نقطة دي بقى في السجل زي شهادة ميلاده كده، يعني تبدأ تنزل مع كل خطأ يرتكبه، مثلا كسر الإشارة مثلا 3 نقاط، ده عكس الاتجاه 5 نقاط، ده كذا إلى أن ينتهي في 30 نقطة تتسحب رخصته نهائيا. وده أمر طبعا هيبقى بالنسبة له يعني عقوبة كبيرة جدا ومشددة. يعني دي مسائل أنا شايف أن قانون المرور اللي جاي الجديد حسب معلومات يعني ولكن ما شفتوش، لا هيكون برضه حاجة مهمة جدا هتحد من الفوضى المرورية اللي موجودة وتحد من كم الحوادث اللي موجود المبالغ فيه. ونرجع تاني برضه للحوادث، حتى الحوادث المرورية منه ناتجة عن ايه برضه؟ اهمال من الشخص نفسه، اهمال وادمان وامور كتيرة جدا برضه متعلقة بنفس حوادث القتل وخلافه اللي حضرتك بتشوفها دي. يعني حتى انا شايف ان هذا القانون لا هيعمل حالة جديدة في الحالة المرورية. أنا ليه تعقيد النقطة دي تحديدا، وأتمنى أنها تحدث في هذا التعديل ما كنش في تعديلات تانية، اللي هي التروسيكل والتوك توك والدراجات اللي هي 3 عجل، كل ده لم يتضمنه قانون المرور. يعني أنا دلوقتي ماشي في أي مكان، واحد خبطه توك توك ومحدش شافه، لا هعرف اجيب الرقم بتاعه ولا هعرف اوصله ولا، وخلاص. وده خطأ من الاخطاء مش القليلة، الاخطاء اليومية كتيرة ترتكب بالتوك توك تحديدا، قضايا خطف وقضايا قتل وقضايا سرقة وحاجات كتير بتروح بتدفن بسبب ايه؟ بسبب عدم التوصل الى معرفة الفعل. وبسبب ايه؟ بسبب ضعف القانون في هذا الموضوع. اللهم إلا بعض السادة المحافظين قالوا لا احنا التكاتك اللي عندنا احنا الرخصة برخصة تحت بند قرار. الكلام ده لا يطابق الدستور ولا يطابق القانون. تمام. لان القرار على مسؤوليته. بناخد التكاتك اللي عندنا بنديها ارقام في الوحدات المحلية وبيعمل رخصة لمدة سنة وبتنتهي السنة وبرضه لا بيجدد ولا ويكون المحافظ اتنقل وخلاص الموضوع انتهى. فأنا أتمنى
ان يكون ده صوت، وصوت الشعب وصوت الناس كلها، انه يضاف التكاتك الى قانون المرور عشان يبقى فيه حزم وفيه التزام، زي ما اللي سايق عربيه عنده التزام وحزم يبقى اللي سايق توك توك عنده التزام وحزم. لا بس في حضرتك حاليا رساله اخيره عشان للاسف وقتنا خلص. للاسف رساله اخيره يا ست النائب، رسالة أخيرة حضرتك توجهها في هذا الموضوع، يعني أول موضوع كبير ومحتاج حلقات أخرى، بس يعني رسالة أخيرة للأسف أحب أوجهها للمواطنين. تمام. أقول لهم اطمئنوا، هذا الفصل التشريعي هو ميلاد جديد لبرلمان يلبي طموحاتكم. اطمئنوا إن شاء الله عندكم برلمان قوي جدا. عادل بي آخر كلمة. آخر كلمة، أنا سعيد ياسر بي وسعيد السادة أعضاء مجلس النواب كلهم، وبقول لهم ربنا يوفقكم وكونوا يعني جديرين فعلا بالثقة اللي اداهولكم الشعب المصري. شكرا. في نهاية الحلقة بشكر سيادة النائب ياسر منير وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نورتنا وشرفتنا يا فندم. الأستاذ عادل صلاح خضر المحامي من لجنة، نورتنا وشرفتنا يا فندم. في نهاية الحلقة بشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة، انتظرونا.